تنبداو اول خطوه في الحجبان حيث هو تيكون الباز ديال الوجه، مشان هيك خاصنا نشوفوا الفورمه ديال الوجه وهداك الشيء باش نقدر نعملوا الفورمه ديال الحجبان كيف ما الوجه بده. ونحن بنطفوا الحجبان بالاول لانه لازم يكون المكياج ينعمل على وجه عيون نضاف وباش يبين عندي الطلعه تبعت المكياج. الالوان اللي على مود هلا هي الوان الترابيه، الوان النحاس، الوان المخمليه، ان كان بالشعر وان كان بالوجه. هي واللي على مود دابا الوان الترابيه، الاورانج، البرونز، الذهبي، هذه كلياتها على مود بهذا الوقت اللي احنا فيه. ونزيدك انه بتجي مع كل انواع الوجه ان كان خفيف وان كان بالقوي. اختاريت لها الوان حسب اللبس اللي هي لابسته، حسب عند العينين كبار، عند الوجه تبعها، حسب البرونز اللي دايرته في وجهها، لانه مؤخرا تتعرف كل الناس بالوقت الحالي نحن في كله عنده برونزاج، يعني كله يعني. وهذه الالوان هي تجي مع الوان البرونزي باش يلبق مع التن تبعت الوجه. جيت في العينين اول شيء عملت خطوط للعينين يلي هي الوان البرونز شويه يلي ميل للاورانج، من بعد حطيت النوار مشان نكبر العين فيه، قلم اسود بقلب العين كمان لنزيد نكبر العين، والوان الابيض اللي باول العين تعطي اكلا في هذا، وتحت الرموش تحت الحجبان حطينا واحد الابيض باش يعطيني طلعه ديال الحجبان تعطيني انه الحاجب مرسوم رسم، ومن بعد حطيت شويه ذهبي عند الخدود بس يعطيني شويه اكلاف في الوجه والنيف وفوق الفم. المكياج القوي من فضل انه نديره بالليل بالسواري لانه تيكون الاضويه كليات عليكي، بينما بالنهار لازم يكون اخف من هيك، انه ما لازم يكون، هيكون غير الماغون البارد، اورانج شويه، ذهبي شويه بقلب العين هيك، او ممكن تديري كلياته برونزي والطرف ديال العين شويه ماغون بيمشي الحال.
عندك الأخطاء مثلا شي واحدة عينيها صغار ما لازم تدير أبدا أسود بقلب عينها، على طول لازم الألوان المفتوحة أبيض غري بلو أخضر، بينما العينين الكبار هن اللي لازم يدار بقلبهم الألوان الأسود. أنواع الحجبان حسب العينين وحسب الوجه، يعني أنا الحجبان الكحلين عادة والأغراض الأعراض أنا فضل يكونوا طالعين وشوي هابطين في الطرف، والحجبان اللي بيكونوا خفاف وناتشغال يعني كمان أفضل أن يكونوا طالعين وشوية نازلين مع حط خيان أو حط صبغة تلات الحجبان. في عندك العينين المبطنة، العينين المبطنة ما لازم أبدا يكون مكياج مفتوح نهائيا، لأنه المكياج المفتوح عاد ما بيبرز العينين، عاد ما يخلي العينين تبرز وتطلع لبرا، مشان هيك بفضل أنا يكون مغلوق مشان يدخل العين شوي لجوا. والمكياج والعينين الكبار كل أنواع المكياج بيجي معها، إن كان خفيف وإن كان قوي. في العادة على الألوان اللبسات في ناس كتير لا ما بيدر نفس ألوان المكياج، ما بيدر نفس ألوان اللبس، ممكن تكون واحدة سمرة ولبست لي هداك البلوماغين مع مكياج مع واحدة سمرة ما بيصير، مصيبة على طول. لازم مثلا ننقل على البونز مع السمرة بيطلع كتير حلو. بيضة ممكن انك تديري لها اذا كنت لابسة بلوماغين ممكن انك تديري هداك الألوان، لكن اكيد ما تكتري لانه بصير بحال اللي واكلة بومبا بعينها. لما بيكون في اسودات تحت العين انا افضل يكون الانتي سام يا اما اورانج يا اما احمر او حتى ممكن يكون شوي غامق، بيس استومبا تحت العين ومن بعدها بيدار لون الانتي سام اللي ملام لام لوجه، وما بيدار استومبي فيه لا بغير بيدار بطريقه تاب طريقه مساج. لما بيكون المكياج مغموق لأن في نسبة العين مغموقة كتير أفضل إنه طريقة الحط الغوج في الفم يكون خفيف، وإذا كان وحتى العكس يعني يكون طريقة المكياج خفيفة بالعينين خاصة يكون المكياج يكون قوي وباين ومظاهر. وبالنسبة للفم كمان الفم عنده هوية صغير، عملنا له شوية كونتورين تنعمله في حال شكل القلب وعملناه خفيف لأنه العينين قوية، فمشان اضطرينا نعمل الفم خفيف.
أنا بحط ماسكارا قبل ما ينحط رموش على العينين مشان ما يعطينيش فرق. إذا مثلا عندك شي ناس تيكون عندهم الرموش عندهم هابطين مشان ما يبين الرموش الفوق والرموش الطبيعيين التحت، فبفضل أنا ينحط ماسكارا عادي ينحط رموش باش يلزقوا اثنيناتهم مع بعضياتهم.